مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم في يوم جديد من أيام المحترف. خلينا نتكلم على مدار شهر تقريبا من 11/6 لغاية امبارح، كنا بنتابع وبنغطي بطولة ولا أروع، بطولة أمم أوروبا 2020 اللي يمكن كانت بطولة مليانة بالمفاجآت بالإثارة بالمتعة بالانكسار بالحزن بالفرح بكل ما يعني يدور حول عالم كرة القدم. تخص كمان الحضور الجماهيري الرائع في المباريات وعودة الفرحة وعودة الجماهير لكرة القدم. على مدار شهر استمتعنا بحضراتكم لغاية امبارح، النهاردة وعلى مدار الشهر اللي فات كنا بنغطي هذه البطولة الكبيرة، النهاردة كمان هنغطي مع حضراتكم حصاد هذه البطولة، حصاد هذه البطولة من الأرقام القياسية الكبيرة اللي اتحققت، من يعني تفكير المدربين، من التكتيك الجديد اللي حصل، من مواقف كتيرة جدا جدا وهدافين، ويعني حصاد كبير جدا جدا النهاردة مع حضراتكم في المحترف. بس خلينا نتكلم يمكن عن 4-5 نقاط من خلال طبعا نهاية اليورو 2020 وفوز المنتخب الإيطالي. هنتكلم مع حضراتكم يمكن في 5 نقاط محددة من خلال حصاد اليورو 2020. النقطة الأولى بنتكلم كلنا والعالم كله بيتكلم على روبرتو مانشيني، القائد الأول والنجم الأول في اليورو 2020 والمدير الفني للمنتخب الإيطالي. بصراحة المنتخب الإيطالي اللي بيظهر بصورة أكتر من رائعة، وكل العالم بيتكلم على مانشيني، إزاي مانشيني غير وجهة الكرة الإيطالية. عارفين كلنا طبعا من التسعينات ويمكن الألفية اللي فاتت إن الكرة الإيطالية بتتميز بالدفاع البحت. النهاردة ومانشيني من خلال 2020 بيقدم المنتخب الإيطالي بصورة جديدة، صورة تليق باسم المنتخب الإيطالي يمكن بعد غيابه عن مونديال اللي فات 2018، لكن مانشيني بيقدم الكرة الإيطالية في صورة جديدة. هل يا ترى الصورة دي تمتد لكأس العالم اللي جاي ويكون إيطاليا هي يمكن المرشح لحصد هذه البطولة الكبيرة بعد غيابها طبعا عن بطولة 2018؟ ده اللي هنشوفه من خلال طبعا كمان مباريات مانشيني وأدائه مع المنتخب الإيطالي اللي كان أكتر من رائع في اليورو 2020. طيب كمان على مستوى المدربين، ساوث جيت المدرب أو المدير الفني للمنتخب الإنجليزي اللي في اعتقادي كان عامل مباريات أكتر من رائعة، مباريات على مستوى عالي جدا، بيقود المنتخب الإنجليزي منذ فترات طويلة لنهائي بطولة كبيرة زي اليورو 2020، ولكن علامة الاستفهام اللي كل العالم بيتكلم عنها الثلاثي اللي قدام حضراتكم. ساوث جيت دفع بالثلاثي اللي قدام حضراتكم علشان يمكن ساكا راشفورد وسانشو، ده كان بيحضرهم او تم تغييرهم في الوقت الاضافي للمباراه النهائيه لاحراز او للتصدي لضربات الجزاء الترجيحيه، وللاسف ومن سوء حظه ان الثلاثه ضيعوا ضربات الجزاء على التوالي، ومن خلالها طبعا خسرت انجلترا النهائي الكبير اللي كان عندهم امل كبير جدا انه يحصلوا على بطوله كبيره يمكن ما حصلوش عليها من سنين طويله. ساوث جيت كمان كان زي ما بقول لحضراتكم هو ادى بطوله رائعه على المستوى الفني على مستوى الاداء، لكن يمكن هذه الفقره من خلال المباراه النهائيه امام المنتخب الايطالي يمكن علامات استفهام كبيره جدا على ساوث جيت وتغييره لهؤلاء الثلاث لعيبه. نتكلم على حارس المرمى العظيم، نتكلم على دوناروما الحارس المرمى العملاق للمنتخب الايطالي، وحصوله طبعا على جائزة أفضل لاعب في البطولة. خلي بالكو أفضل لاعب وليس أفضل حارس مرمى، أفضل لاعب في البطولة. يعني دوناروما كان عامل كبير جدا جدا لوصول منتخب الأزوري للمباراة النهائية، وطبعا تتويج لجهود دوناروما يعني بيتوج بجائزة كبيرة جدا. الجائزة دي مع حضراتكم يمكن كلنا متعودين ان يكون احد اللاعبين احد المهاجمين هو احسن لاعب في البطوله، لكن دوناروما الحارس الايطالي العظيم في سن 20 سنه بيفوز باحسن لاعب في اليورو 2020. خلي بالكم ده ما حصلش في تاريخ اليورو غير مره واحده، سنه 92 لما بيتر طبعا شمايكل هو اللي حصل، او حارس مرمى طبعا الدنمارك العظيم حصل على هذه البطوله كاحسن لاعب في بطوله اليورو 92. النهارده دوناروما بيكررها. خلينا كمان نتكلم على رسالة الأبطال، أبطال مونديال 1982 منتخب إيطاليا الحاصل على المونديال، بعت رسالة لنجومه، رسالة بصراحة كانت رسالة رائعة. الرسالة دي كانت قبل مباراة إنجلترا.
كان ليها دور كبير جدا جدا في اشعال حماس اللاعبين، وقالوا لهم في الرساله يعني راينا في طريق انكم في طريقكم الكثير من العلامات التي رسمت شكل تاريخنا، شجاعتكم، شغفكم، التزامكم، ارادتكم بالصعود من جديد في فتره عصيبه، نرى فيكم انفسنا. شكرا لمنتخبنا وشكرا لمنحنا الفرصه لكي نختبر كل ذلك مجددا والشعور بتلك اللحظات الجميله. جيل 82 في ايطاليا بيبعث بهذه الرساله الرائعه للمنتخب قبل طبعا مباراه انجلترا، وقال لهم انتوا بتعودونا تاني للامجاد واحنا وراكم، وده اللي فعلا حققه المنتخب الايطالي بعوده الى روما بكاس امم اوروبا 2020. نقطة تانية مهمة جدا، يمكن بعيد شوية عن التكتيك، بعيد شوية عن الفنيات، لكن نتكلم على صورة. الصورة اللي يمكن أكتر من رائعة من إخراج تلفزيوني، أكتر من رائع من خلال اليورو 2020. قد إيه كانت الصورة رائعة يعني تجسد هذا الإبداع يمكن في اللقطة اللي امبارح، يمكن نزول أحد المشجعين لأرض الملعب، ويمكن مخرج المباراة في هذه اللقطة ما راحش بالكاميرا وقعد يبص على هذا المشجع اللي نزل، لكن كان يعني كانت الصورة على ردود أفعال اللاعبين على اللقطة دي. بصراحة حتى بعض المذيعين كانوا بيقولوا احنا مش عارفين المباراة وقفت ليه. خلينا نتكلم بكل أمانة، ده يعني ده شيء احترافي من الدرجة الأولى، لأن المخرج كان جزء كبير جدا جدا من هذا التنظيم الرائع. وخلي بالكم الصورة، دي بفلوس يا جماعة. لما بنشوف الصورة في اليورو 2020 قد إيه المخرج ومخرجين المباريات، الإبداع في التصوير، الإبداع في إعادة اللقطة، الإبداع في قبل المباراة، الإبداع في كل شيء، أعتقد دي كمان دي ناحية تسويقية كبيرة جدا جدا. لكن نيجي على الناحية الاحترافية، بنشوف مخرج المباراة امبارح ما جابش صورة خالص الراجل اللي نزل الملعب وجري علشان ما يبوظش كمان النهائي، رغم التنظيم الرائع مش عايز يعني كمان يكون في أي غلطة صغيرة، وبالتالي كان شيء أكتر من رائع من هذا المخرج. وتحية كل طبعا القائمين على تنظيم هذه البطولة الكبيرة، ويا ريت يا ريت يا رب نتعلم إن احنا إزاي ننظم حتى بطولاتنا على مستوى عالي، قادرين لكن يمكن دايما بنبص للأفضل وللأحسن. خلينا مع حضراتكم النهاردة يعني كمان على مستوى الصحف العالمية، اللي تابعت طبعا اليورو من خلال الشهر اللي فات، وكل الصحف العالمية كمان كانت بتتفرج امبارح على النهائي ما بين انجلترا وايطاليا، وكان النهاردة ردود افعال كبيرة جدا جدا. تعالوا مع حضراتكم نشوف الصحف العالمية قالت ايه عن نهائي يورو 2020. أكيد طبعا مع حضراتكم، يمكن اللي هنركز على طبعا الصحف ما بين الفرحة الغارمة والسعادة الكاملة وما بين الحزن والانكسار. طبعا الفرحة الكبيرة كانت على مستوى إيطاليا وعلى مستوى المنتخب الإيطالي. هنبدأ بالصحافة الإيطالية وتحديدا صحيفة لاجازيتا دي سبورت، ركزت طبعا على تتويج منتخب إيطاليا بلقب أمم أوروبا 2020 طبعا بعد الفوز الكبير على إنجلترا بضربات الترجيح في ويمبلي معقل الكرة العالمية. كتبت هذه الجريدة: إيطاليا بطلة أوروبا 2020، جيد جدا، وأنا بقول امتياز. لسه مع الفرحة الإيطالية وصحيفة كورير ديل سبورت قالت: جنون في ويمبلي، نحن أبطال أوروبا، إنها لنا. فعلا كان فرحة كبيرة جدا جدا على مستوى الجماهير في ويمبلي، وفرحة كبيرة على مستوى الحصول على بطولة كبيرة 2020 بنكهة إيطالية. لسه في إيطاليا تحديدا صحيفة توتو سبورت اللي خرجت بعنوان بتقول: نحن فقط. نحن فقط معناها احنا وبس، احنا بس ايطاليا. الصحيفة احتفلت بمانشيني طبعا اللي وصفته بانه ملهم عظيم، وكان واثق دائما بقدرة إيطاليا على التتويج بلقب أوروبا 2020. طيب من الفرحة والسعادة أكيد على مستوى المنتخب الإنجليزي والصحافة الإنجليزية كان في طبعا حزن كبير جدا وخيبة أمل. نروح للصحافة الإنجليزية تحديدا صحيفة الجارديان اللي يمكن تطرقت للحديث عن خسارة المنتخب الإنجليزي نهائي يورو 2020 أمام المنتخب الإيطالي، وكتبت: حصرة الأسود الثلاثة تسقط في نهائي قاسي، وإيطاليا تحقق البطولة بركلات الترجيح. طبعا على مستوى الصحف الإنجليزية يعني صحيفة
يعني بتصف طبعا حزن المنتخب الايطالي. في كمان على مستوى الصحافه الانجليزيه جريده صن الكبيره بتقول يعني فخر الاسود وانجلترا تخسر بركلات الترجيح مره اخرى، لكن لا تبالوا يا اصدقاء كاس العالم السنه المقبله، في اشاره طبعا الى تجديد الدوافع. واحنا بنتكلم كمان على مستوى، خلينا نتكلم ان كمان الصحف الانجليزيه كانت دايما سبورت للمنتخب الانجليزي في كل مراحل اليورو، والنهارده كمان صن الانجليزيه بتعمل سبورت كبير جدا لفريقها وبتقول لهم بما معناه خلاص بصوا لقدام وعندنا بطوله كاس العالم القادمه ممكن جدا نحقق فيها اللقب او نوصل لابعد نقطه. طبعا هنسيب بقى الصحافه الانجليزيه بحزنها والصحافه الايطاليه بفرحتها ونشوف طرفي النهائي ونروح لصحافه يمكن الفرق اللي خرجت من بدري في هذه البطوله. هنبدا مع اسبانيا بماركا الاسبانيه. ماركا الاسبانيه ركزت على تتويج طبعا منتخب انجلترا بلقب اوروبا 2020 وكتبت ايطاليا تقتحم معبد كره القدم الانجليزي وتخطف لقب امم اوروبا. دي اشاره طبعا ليها ان كمان على مستوى فوز المنتخب الايطالي كمان في معقل يعني زي ما بيسموه معبد كره القدم الانجليزي ويمبلي طبعا من الاستادات العظيمه جدا. ويمكن الجريده الاسبانيه اشارت ان المنتخب الايطالي اقتحم هذا المعبد وقدر يفوز بامم 2020. سبورت الاسبانيه كتبت ايطاليا بطله اوروبا بضربات الترجيح. لسه في اسبانيا ويمكن زي ما اقول لحضراتكم الجريده اللي قدامكم بتقول ان طبعا فاز المنتخب الايطالي بهذه البطوله بالفوز على انجلترا بضربات الترجيح. من اسبانيا نروح لفرنسا، يمكن فرنسا كمان كانت من الاكيد من الفرق اللي كانت قبل البطوله مرشحه بقوه، بطل العالم كان مرشح بقوه لكن طبعا خرج من دور الثمانيه. وركزت صحيفه ليكيب على تتويج منتخب ايطاليا بلقب امم اوروبا 2020 على حساب انجلترا بضربات الترجيح وكتبت لا يقهر المنتخب الايطالي لا يقهر. وده صحيح يعني لو شفنا من خلال يعني كل المباريات اللي يعني اللي خاضها المنتخب الايطالي اعتقد ده هو زي ما بقول لحضراتكم منتخب يمكن منتخب كبير جدا جدا ظهر بصوره رائعه. قليل من الناس كانت يمكن بترشح المنتخب الايطالي حتى للوصول لدور المربع الذهبي مش الحصول على البطوله، لكن الاداء والروح القتاليه العاليه وده اللي بيميز كمان المنتخب الايطالي، الروح العاليه الكبيره جدا اللي كانت موجوده ما بين اللاعبين والجهاز الفني والجماهير ده كان ليها اثر كبير جدا جدا في حصول ايطاليا ووصولها للقب بطوله يورو 2020. لسه مع حضراتكم في يورو 2020 نروح لفاصل ونرجع نستكمل يوم من ايام المحترف. برحب بحضراتكم مره ثانيه في المحترف وطبعا حصاد اليورو 2020 بطوله كانت اكثر من رائعه، استمتعنا كلنا على مدار الشهر اللي فات بهذه البطوله. هيكون معانا ضيف كريم وعزيز ومميز على مستوى النقد الرياضي والتحليل الرياضي طبعا النجم الكبير كريم سعيد. مساء الخير عليك يا كريم. مساء الخير كابتن هاني ومساء الخير لكل مشاهدي قناه الاهلي. ايه الاخبار؟ يعني احنا امبارح فرحنا وزعلنا، انا على المستوى الشخصي فرحت عشان ايطاليا لكن كمان زعلنا ان كمان البطوله انتهت، كنا مستمتعين جدا على مدار شهر كامل باجواء اكتر من رائعه. والله بص كابتن هاني طبعا يعني ماتش امبارح معظم الجماهير المصريه بتحب الكره الايطاليه والنص بيحب الكره الانجليزيه عشان خاطر احنا بنتابع الدوري الانجليزي. انا في وجهه نظري من ساعه يعني بي بي سي ما عملت الفوتنج المشهور اللي عملوه بعد السيمي فاينال على ركله الجزاء بتاعت ستيرلينج وكتبوا للناس هي ركله جزاء ولا مش ركله جزاء ولا هو كيرز وروحوا قايلين هو كيرز وعملوا كده، انا عرفت ان ربنا مش هيوفقهم خلاص هيكرمهم خلاص هياخدوه. صحيح عشان نتكلم يا كريم على الكره الانجليزيه كمان عبر سكايب معانا دلوقتي طبعا نجم كبير من انجلترا تيري فينيك المدير الفني الحالي لمنتخب ترينداد وتوباجو ولاعب طبعا منتخب انجلترا السابق وكان ليه صولات وجولات على مستوى الاحتراف في بريمير ليج اكتر من الانديه كثيره جدا. توتنهام نتكلم على كمان انديه كبيره جدا على مستوى البريمير ليج. بنرحب بالكوتش تيري، بنرحب بيك، مساء الخير. مساء الخير كوتش تيري، بنرحب بيك على قناة النادي الأهلي وشاشة قناة النادي الأهلي. I can't hear you very well, man. So I've only got you on one
طيب هنرجع تاني لتيري. طبعا بنتكلم انا وانت كريم على تكلمنا على مستوى المنتخب الانجليزي. انت شفت خلينا نتكلم على اداء المنتخب الانجليزي لغايه المباراه النهائيه. المباراه النهائيه هنتكلم عليها بالتفصيل. انت شايف ازاي مشوار المنتخب الانجليزي في 2020؟ يعني مشوار مميز جدا. واعتقد ساوث جيت طبعا هو يعني انتقد كثيرا حتى قبل الفاينل وفي بعد الفاينل، يعني انتقادات زادت كثيرا سواء خلال مجريات المباراه او حتى طبعا في تغييرات اللي اتعملت قبل ركلات الترجيح. بس في وجهه نظري الفرقه عملت بطوله جيده، دفاعيا كانوا مميزين جدا. ستيرلينج كان واحد من نجوم البطوله بصراحه، عمل كميه ارقام بصراحه يا كابتن. ما كنتش متوقع كده بناء على ادائه مع المان سيتي، ما كنتش متوقع هذا الاداء مع المنتخب. مش للدرجه دي بصراحه، مش للدرجه دي، مش للدرجه دي بصراحه. يعني ستيرلينج عمل بطوله مميزه جدا، لوك شو برضو عمل بطوله مميزه، كيل ووكر عمل بطوله مميزه، فيليبس عمل بطوله كويسه. يعني منتخب ساوث جيت عمل فرقه حلوه وادى امل ان المنتخب الانجليزي ممكن يكسب اليورو للمره الاولى في تاريخه. ولكن بصراحه برضو المنتخب الايطالي رغم الشوط الاول المتواضع اللي لعبوه، الشوط الثاني كانوا مميزين بشكل كبير جدا، ومانشيني عمل بطوله كويسه. بس انا شايف يعني كمجمل انا مش مع هذا الكم من الانتقادات لساوث جيت انه عمل شيء، ولكن شايف ان الحقبه بتاعت ساوث جيت مع المنتخب الانجليزي تقف لغايه هنا خلاص. خلاص الطموحات زادت، ما يروحش بيهم كاس العالم. لا انا ده وجهه نظر شخصيه، خلاص هنا ستوب، لازم تقف بعد كده. دي عايزه واحد بعقليه ثانيه، يعني شخصيه اخرى، ممكن واحد اكبر سنا من ساوث جيت، لان برده الجاب مش كبير قوي بينه وبين اللعيبه، فانت مش حاسس ان هو برده عنده يعني اداره او قدره او سيطره على الفريق بالشكل اللي يخليه ياخد بطوله. صحيح. يعني هو اوكي ساوث جيت يعمل فرقه حلوه، تلعب كره حلوه، وصلهم النقطه دي كويس جدا. We need to stop. لازم نقف هنا وناخد تجربه جديده. طيب بالنسبه للتجارب الجديده اتكلمنا على ساوث جيت، لكن لازم نتكلم على مانشيني. تعالوا مع حضراتكم نشوف اللوحه الرائعه اللي رسمها مانشيني، روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الايطالي، وشكل جديد ولوحه رائعه للكره الايطاليه في يورو 2020. بإبداع ساحر من رسام موهوب وبخطوط فنية رائعة نقشتها أنامله الخبيرة، قدم الخبير روبرتو مانشيني منتخب إيطاليا للعالم في صورة جديدة مغايرة تماما لتلك الصورة المعهودة عن الكرة الإيطالية. وأثبت نجاح تجربته الجديدة عبر التتويج ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 عن جدارة واستحقاق بعد مشوار حافل ومثير على مدار مباريات البطولة. بعد غياب كارثي عن نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، عوض مانشيني الإيطاليين عن تلك الخيبة الكبيرة، ونجح في وضع إيطاليا على قمة الهرم الكروي العالمي من جديد عبر التتويج ببطولة اليورو على حساب المنتخب الإنجليزي على أرضه وبين جماهيره. ورغم أن الآمال كانت ضعيفة في عودة سريعة للمنتخب الإيطالي للقمة من جديد بعد خيبة المونديال، في ظل عدم وجود أسماء لامعة من اللاعبين بعد الأجيال العظيمة للكرة الإيطالية وآخرها جيل مونديال 2006، إلا أن مانشيني أعاد تشكيل المنتخب سريعة معتمدا على أسماء معظمها من الدوري المحلي من اللاعبين الذين برعوا في مباريات الكاليتشيو بغض النظر عن النادي الذي ينتمون له. وحصد مانشيني سريعا ثمار عمله الدؤوب مع الأزوري، فلم يخسر معه المنتخب في آخر 34 مباراة وتحديدا منذ سبتمبر 2018، محطما الرقم القياسي الإيطالي المسجل للمدرب فيتوريو باتسو بين عامي 1935 و1939، حين لم يخسر في 30 مباراة متتالية. ما فعله الملهم مانشيني منذ تولي مسؤولية تدريب إيطاليا في مايو 2018 إنجاز كبير بشتى المقاييس، ويكفي أنه حول منتخب في سكرات الموت إلى منتخب جديد يقدم كرة جميلة مليئة بالحيوية والنشاط، وأيضا الجرينتا التي كانت سمة تاريخية لمنتخب الأزوري.
تقرير اكتر من رائع لزميلنا ايهاب الجنيدي. كريم، اتكلمنا على ساوث جيت، وانت من وجهه نظرك ان المنتخب الانجليزي يحتاج الى قائد اكتر خبره، نعم، ويحتاج الى مدير فني جديد لمشوار كاس العالم قطر 2022. نعم. على مستوى المنتخب الايطالي شفنا طبعا عدم وصولهم لكاس العالم في روسيا 2018. في خلال ثلاث سنين مانشيني عمل منظومه جديده. انت شايف ايه المميز في روبرتو مانشيني من خلال مشواره الكبير؟ مش هتكلم على اليورو بس، مشواره و34 مباراه بدون هزيمه. شوف كابتن هاني، طبعا مانشيني قدر يخلق لنا شكل جديد للمنتخب الايطالي رغم ان هو معهوش سوبر ستار. صحيح. يعني ربما احنا بنتكلم النهارده انسيني طبعا، يعني ربما يكون هو نجم الفريق الاول من الشكل الهجومي. طبعا اسم انسيني اكتر من ايموبيلي بكتير، يعني كمهاره وكقوه في الفرقه. جورجينيو حتى في وسط الملعب طبعا اسم كبير جدا، ولكنه مش كانتي، يعني ما بيقولش جورجينيو نفس الدرجه بتاعه بوجبا مثلا. يعني فهو اوريدي قدر ان هو يجيب مجموعه مميزه في مراكزه، وخلق فريق سوليد جدا قوي، خطوطه متقاربه. وخليني ادي حضرتك رقم مميز جدا نعرف من خلاله ليه فعلا الكوره في ليه انجلترا وايطاليا انا في وجهه نظري استحقوا ان هم يوصلوا للفاينل. نتكلم ان اكتر لعيبه عملوا كرات عرضيه، خمس لعيبه في البطوله اكتر خمس لعيبه عملوا كرات عرضيه مش من انجلترا ومش من ايطاليا، وده ياكد لك ان المنتخبين دول ما بيلعبوش على الكرات العرضيه. يعني اندي روبرتسون ظهير اسكتلندا هو اكتر لاعب في البطوله اللي عمل كرات عرضيه صحيحه 12، ووراه الابا من النمسا، وفي رودريجيز من سويسرا، وفي اثنين كمان. احنا بنتكلم على منظومه ايطاليا ما بتلعبش على كرات عرضيه. يعني النهارده بنتكلم المنتخب الايطالي واحد من المنتخبات اللي بدا يلعب كوره، بيلعب بوزيشن جيم، بيلعب كره استحواذ، وقدر يقدم كوره يعني حديثه مختلفه عن الكوره الايطاليه اللي احنا صحيح معتادين عليها، الكره الطويله ودافع واعمل الكاتناتشو والكلام ده كله. فانا بشوف مانشيني يحسب له ده، واعتقد ان هو يعني خد ثقه الاعلام الايطالي بشكل طيب. هنروح على السكايبا، ومعانا طبعا عبر السكايبا المدير الفني لمنتخب ترينداد وتوباجو تيري فينيك. بنرحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. انا مبسوط ان انا معاكم هنا. اهلا بيه طبعا، وبنقول له طبعا هارد لك على خروج المنتخب الانجليزي في المباراه النهائيه امام المنتخب الايطالي. عايز اساله عن تابع المباراه ازاي طبعا على مستوى الشكل الفني واداره ساوث جيت لهذه المباراه. هو شايف انه كان ماتش مهم، وكان بيتمنى ان انجلترا تفوز، بس هو الفريق الايطالي كان منظم وكان يستحق الفوز، وايطاليا كان جانب ايطاليا كان كويس، وهو مبسوط ان انجلترا وصلت للنهائي بس مش مبسوط بالنتيجه. كانت اكيد طموحات وجماهير وكل عشاق الكره الانجليزيه الحصول على بطوله كبيره. عارفين ان المنتخب الانجليزي يمكن ما كانش عنده حظوظ للوصول للمباراه النهائيه، يمكن كانت عثره كبيره جدا جدا للمنتخب الانجليزي رغم تالق معظم لاعبيه من خلال البريمير ليج وبعض الدوريات الاوروبيه، لكن كان في زي ما بيقولوا كده في نحس في يعني عدم الحصول على بطوله كبيره لمنتخب كبير زي المنتخب الانجليزي. اعتقد كان خيبه امل كبيره امبارح للمنتخب الانجليزي عدم حصوله، وخاصه المباراه بتتلعب في ويمبلي معقل ومعبد الكره الانجليزيه، وخساره امام المنتخب الايطالي. يعني زي ما بقول لك يا كريم، الموضوع صعب بالنسبه لردود الافعال في انجلترا، وكل الناس كانت بتتفرج على المباراه. خلاص كل الناس بتحضر لدرجه ان الحكومه قالت يعني ان لو خدنا البطوله يعني طيب الضيف لسه معانا، معلش اسف يا كريم. الضيف يعني تعليقه ايه على هذه خيبه الامل وردود الافعال بعد المباراه؟ في انجلترا كانت احسن من في اللعب وكده، بس ايطاليا كانت احسن في الدفاع دفاعيا، وانا شايف ان انجلترا سجلت هدف بدري في المباراه، بس واحنا حاولنا ان احنا ندافع في وقت مبكر جدا في المباراه.
على المستوى الفني للساوث جيت. طبعا كل الناس بتتكلم على الثلاث تغييرات والثلاث لاعبين اللي نزلوا اضاعوا ضربات الترجيح في النهائي. انت كمدير فني رايك ايه في هذا الموضوع؟ هل هذا التصرف صحيح من ساوث جيت انه يحط ثلاث لعيبه لسه ما دخلوش جو المباراه وللتصدي لطرد ضربات ترجيحيه فيها مصير بطوله باكملها؟ رايك ايه من الناحيه دي؟ هو كان محبط من دوت لان زي اللعيبه كلها محتاجه ان هي تاخد على اللعب في الاول في الملعب ويلمسوا الكوره وياخدوا على الموضوع شويه، ما ينزلوش وقت متاخر من المباراه، عشان كده هم ضيعوا، معظمهم ضيعوا. فهو ده نفس السؤال اللي هو كان بيقول ان يعني القرار ما كانش سليم من المدير الفني ان هو فقد البطوله. هو اختار ثلاث لاعبين من دكه البدلاء ان هم ينزلوا من غير ما ياخدوا طبع المباراه. ده حقيقي انتقادات كبيره جدا على مستوى ساوث جيت. طب هو شايف مستقبل ساوث جيت ايه مع المنتخب الانجليزي؟ هل من رايه الفني هل يستمر ساوث جيت لاداره الاداره الفنيه للمنتخب الانجليزي لحد كاس العالم اللي جاي، وخاصه كاس العالم خلاص باقي عليه يمكن شهور؟ هل هو مع وجود ساوث جيت على راس القائمه او راس الجهاز الفني للمنتخب الانجليزي، او الاستعانه باحد العناصر ذو الخبره الكبيره في الدوري الانجليزي؟ أنا من الرأي الشخصي أنا شايف إن هو يستنى البقاء عليه، إن الفريق معظمهم سن صغير، وكمان معظم اللاعبين في سن صغير، فهو شايف ان احنا نخليه يفضل مع الفريق لغايه كاس العالم. على مستوى احنا وصلنا للنهائي ودي حاجه كويسه لانجلترا، احنا ما فزناش بيها ودي حاجه محبطه، بس احنا في ماشيين في الطريق الصحيح، في خطه هم ماشيين عليها، والمدير الفني هو اداهم فرصه، وهو كده قدام خبرات وشاف ان هو ممكن يبقى في الفريق احسن بالخبرات اللي اكتسبوها. اخر سؤال يمكن سؤال مهم جدا، رغم وجود نجوم كبيره جدا في المنتخب الانجليزي وفي كل الاماكن وكل الخطوط فيه نجوم كبيره، ايه اللي ناقص المنتخب الانجليزي للحصول على بطوله كبيره زي امم اوروبا او كاس العالم؟ هو انجلترا كبيرة واحنا كنا مستنيين الفوز دوت لانجلترا، هو عشان الضغط بتاع البريمير ليج في التشكيله بتاعت الفريق الانجليزي من سن صغير. هو شايف ان في كاس العالم الجاي هيأدوا بشكل مميز وهيبقوا في المراكز المتقدمه في كاس العالم الجاي. هو المدير الفني عمل ادى بشكل كويس، انه بشكل كويس جدا هو مع الفريق وماشي بشكل كويس جدا مع الفريق. طيب اكيد كلنا بنتمنى كل التوفيق للمنتخب الانجليزي في مشواره في كاس العالم. تيري فينيك بنشكرك شكرا جزيلا. ده كان يمكن لقاء مع تيري فينيك احد اساطير الكره الانجليزيه ومدافع صلب جدا، ويمكن باين خيبه الامل وباين الحزن على وجهه، لكن تبقى الكره الانجليزيه والمنتخب الانجليزي قادر على التعويض في كاس العالم. هنطلع فاصل مع حضراتكم ونرجع مره ثانيه في المحترف. رحب بيك يا كريم مره ثانيه معايا في المحترف.
عايزين نركز على المباراه. طبعا المباراه النهائيه انجلترا وايطاليا، شفت المباراه فنيا ازاي؟ طبعا البدايه اعتقد المنتخب الانجليزي استفاد من ملعب ويمبلي في اول خمس دقائق، والحضور الجماهيري الكبير والحماس كان موجود، واول ثلاث دقائق بتقدر انت تتقدم وتحط نفسك في يعني قاب قوسين او ادنى من الحصول على الكاس لو قدرت تصمد لمده 88 دقيقه. في وجهه نظري الهدف بتاع لوك شو المبكر كان نقمه على منتخب الانجليزي اكتر، كان نقمه اكتر منه بس نعمه. بس البدايه يا كريم اي مدرب يتمناها، واي مدرب يقول ان انا اول خمس دقائق اول ثلاث دقائق بجيب جول على الاقل العب باريحيه يعني. صح، لو انت عندك القدره وعندك القوه على السيطره على السيستم اللي انت حاطه ال 90 دقيقه كلها. احنا شفنا بقى المنتخب الانجليزي بعد الهدف المبكر خلاص بدات اللعيبه تحسب. اول ما الرياضي يا كابتن هاني بيبدا يحسب بتبدا دماغه. طب بالنسبه للحساب تعال نبص على الحساب على الشاشه معاك ومع الساده المشاهدين. دي احصائيه مباراه انجلترا وايطاليا. انجلترا طبعا الاهداف 1-1 طبعا في الوقت الاصلي المباراة، ركلات الجزاء طبعا 3-2 لمنتخب ايطاليا، الفرص 2 طبعا فيها واحده صحيحه للمنتخب الانجليزي مقابل 5 فرص للمنتخب الايطالي، منها واحده طبعا اللي هو الهدف. الأهداف المتوقعة كانت 0.52 ده يعني أهم رقم، ده يعني ده رقم مهم أهم جدا. رقم فيه فجوة بالظبط. الأهداف المتوقعة للمنتخب الإيطالي كان 2.3، بتتكلم على هدفين وثلث كمان بالزبط. ده رقم كبير جدا. الاستحواذ نتكلم 62% لصالح المنتخب الإيطالي مقابل 38% لإنجلترا. نتكلم على التمريرات في 468 تمريرة منهم 380 صحيحة بنسبة طبعا 81% للمنتخب الإنجليزي، 874 تمريرة منهم 787 صحيحة بنسبة 90% للمنتخب الإيطالي. أهم رقمين أهداف متوقعة ونسبة التمريرات بيوضحونا أن في فجوة حصلت في المباراة ما بين المنتخب الإيطالي والمنتخب الإنجليزي، عكس اللي احنا كنا بنتكلم ان المنتخب الانجليزي استفاد من البدايه على ملعبه والجماهير. وانا اعتقد ده بسبب ايه؟ بسبب الهدف المبكر خلى لعيبه المنتخب الانجليزي يبداوا يفكروا، يبداوا يحسبوا حساباتهم، وبالتالي سابوا الاستحواذ لايطاليا واللي قدرت تستفيد من ده في الشوط الثاني. طب انا كنت بكلمك على نقطه والانطلاقه، خلاص بعد دقيقتين انت بتحرز هدف. نعم. المنتخب الانجليزي عنده كل الامكانيات وكل القدرات انه يعمل كنترول على المباراة إذا كان استحواذ أو خلق فرص كمان من خلال ستيرلينج، من خلال هاري كين، من خلال اللعيبة المميزة كمان على مستوى الهجوم، لكن ما شفناش ده. وفي الشوط الثاني شفنا سيطرة كاملة للمنتخب الإيطالي ودفاع غير مبرر للمنتخب الإنجليزي. هو طبعا في البداية خلينا نقول إن ساوث جيت اشتغل صح في إن هو في اللعب 5-3-2 اللي لعب بيها، وإن هو كان عايز طبعا يقفل الأطراف، وده اللي هنشرحه إن شاء الله على الشاشة في الفقرة الأخيرة وهنتكلم على التاكتكس. بس المشكلة يا كابتن هاني في وجهة نظري إن المنتخب الإنجليزي كل ما كان بيحاول إن هو يطلع لقدام، أوكي خلاص أنت جبت الجون وفي هجمة منتخب إيطاليا وأنت خدت الكورة، النزعة الهجومية عندك قلة بسبب إن أنت خايف تطلع وتهاجم لحسن يحصل هجمه مرتده. هم خايفين، بدا الخوف من هدف التعادل يزيد كل ما الوقت بيقترب من النهايه. وفي الشوط الثاني سابوه خالص، الشوط الثاني المفروض سابوا الاستحواذ تماما خلاص، والضغط كمان ما بقاش فيه هاي بريشر من قدام، كله بيقابل من نص ملعب سايب الكره لايطاليا وخلاص وانتهى. وكمان مانشيني عمل حركه كويسه جدا في الشوط الثاني، بدا يقول لي انسيني ما تاخدش الطرف، تاخدش الخط، ابدا خش من جوه عشان تعمل زحمه في قلب الملعب، وبدا ياخد كرات ثابته، والكرات طبعا الهدف جه من كره عرضيه. لكن النقطه اللي هنلاحظها في اثنين امبارح اختفوا تماما، هاري كين من انجلترا راس الحربه وايموبيلي من ايطاليا. الاثنين دول اختفوا تماما. خلينا نتكلم بامانه، المنتخب الايطالي منتخب متكامل الا في بوزيشن راس الحربه. خلينا نتكلم ايموبيلي ما اداش رغم ان هو ثاني هداف السيريا السنه دي، لكن على مستوى المنتخب مهاجم مميز. لكن هو امبارح الماتش يا كابتن برضو الامانه كان مقفول جدا، والثلاثه ماجواير وستونز وكاي ووكر الثلاثه كانوا عاملين كماشه فعلا في قلب الدفاع وعمق الدفاع، صعب انك تلعب عليهم يعني. وبالتالي انا بشوف ان ماتش امبارح كان التاكتكس في زياده، وما زلت مؤمن تماما ان كان لازم على ساوث جيت، عشان كده بقول لك اللي هو لازم يتغير. ساوث جيت كان لازم بعد الهدف المبكر ده يقول لعيبته هنلعب كاننا 0-0، ما تلعبش كانك 1-0، انك 1-0 هتخاف زياده. ده على مستوى ساوث جيت، لكن كمان على مستوى روبرتو مانشيني اعتقد كان مباراه تكتيكيه ولا اروع، تغييرات في وقتها وتغييرات مؤثره جدا بالايجاب على المنتخب الايطالي. تعالوا مع حضراتكم نشوف
روبرتو مانشيني صاحب وصاحب الميداليه الذهبيه وصاحب كاس يورو 2020 قال ايه بعد المباراه. بكيت على هذه الأرض قبل 30 عاما بعد المباراة نهائي كأس أوروبا 92 عندما خسر سامبادوريا أمام برشلونة، وبكيت مرة أخرى اليوم. لا أعرف، لقد حدث هذا للتو. خرجت الدموع لأنني كنت أنظر إلى اللاعبين، لم أستطع أن أدرك حقا أننا فعلنا ذلك، أيضا لأن ركلات الترجيح هي عذاب. كريم تعليقك. طبعا الراجل يعني بتذكر الفاينلز اللي هو خسرها، وواضح طبعا اكيد يعني بطوله كانت متوقعه، ما حدش كان متوقع ان ايطاليا ممكن توصل لغايه الكاس. بصراحه المنتخب كان مرشح ان هو يخش سيمي فاينل، لكن الفرقه اللي هي تاخد اللقب بالفرقه دي وبمانشيني وبدون نجم وبدون سوبر ستار، فطبعا اكيد مانشيني اسعد واحد في العالم، وكمان بصراحه الراجل بيحقق رقم 34 مباراه من ساعة مسك المنتخب ما اتغلبش، طبعا رقم مميز جدا لمنتخب ايطاليا على مستوى طبعا الفرحه اسعد واحد في العالم. وطبعا يعني كان احزن واحد في العالم هو ساوث جيت. والتاريخ بيعيد نفسه كريم بعد 25 سنه، ويمكن ساوث جيت واهدار وضربه جزاء ترجيحيه ايضا في النهائي، بالتاريخ بيعيد نفسه وساوث جيت بيخسر النهائي في ويمبلي امام المنتخب الايطالي. تعالوا مع حضراتكم نشوف قال ايه ساوث جيت المدير الفني للمنتخب الانجليزي بعد نهائي يورو 2020. Yeah, but he's not on his own. You know, he's. ثمن مدرب منتخب إنجلترا جاريث ساوثغيت مساهمة لاعبه بوكايو ساكا في بطولة أمم أوروبا، وقال إنه يستحق الحب والدعم بعد أن أهدر المهاجم البالغ من العمر 19 عاما ركلة الترجيح الحاسمة لتفوز إيطاليا باللقب. كان حارس منتخب إيطاليا جان ويجي دوناروما قد أفلح في تصدي ركلة ساكا بعد أن أنقذ ركلة سابقة من جيدون سانشو، بينما سدد ماركوس راشفورد في القائم لتفوز وتحرز إيطاليا اللقب. رأيك طبعا شجاع منه بصراحة ان هو يدافع عن ساكا. طبعا هو اكيد ساكا امبارح بعد المباراة كم هائل من الانتقادات على الولد، طبعا سنه صغير جدا، والثلاثي بصراحه كان غير موفق فيهم برضه. خلي بالك كريم انك بتحط واحد سنه لسه صغير في موقف زي دوت، واعتقد كمان من خلال يعني السيرش بعمله يمكن هو مش ما بيلعبش ضربات جزاء كتير. صحيح يعني بس هو واضح ان هو كابتن هنا هو اعتمد طبعا على التدريبات الاخيره، هو كمدير فني اكيد هو ادرى بلعب كويس. انا في وجهه نظري راشفورد يعني سدد ركله الترجيح بشكل مميز. صحيح. في وجهه نظري بس هو فعلا باد لك يعني بتاعت راشفورد بصراحه فعلا باد لك باد لك، بس في الاخر الناس ما بتحللش التحليل بتاعنا ده. الناس ليها في الاخر جبتها ولا جبتهاش؟ جبتهاش بقى تتشتم. بالظبط. الثلاثه بصراحه امبارح يعني الانتقادات قويه جدا، وانا بصراحه يعني ساوث جيت شجاع ان هو يدافع عن اللاعب في المؤتمر الصحفي. طبعا مع شجاعه ساوث جيت وفرحه مانشيني طبعا هنروح لفاصل ونرجع مع حضراتكم مره ثانيه في المحترف. اهلا بحضراتكم مره ثانيه في المحترف، برحب بحضراتكم وبرحب بيك مره ثانيه يا كريم. البطوله ليها يعني كان ليها مذاق خاص، البطوله تكسر ارقام قياسيه كبيره جدا، في ارقام ظهرت ارقام اتحطمت، يعني ابطال خرجوا، ايطاليا ما كانتش مرشحه من الاول بالبطوله بتوصل وتاخد البطوله. يعني خلينا نتكلم قبل ما نخش في الارقام، تقييمك العام ليورو 2020. يعني انا شايف ان اكتر حاجه سلبيه في البطوله واتمنى هي ما تتكررش تاني انها تتلعب في 11 مدينه مختلفه. في وجهه نظري كنت ده هنا مع حضرتك في بدايه البطوله ان ده افقد البطوله الشخصيه بتاعتها الايدنتيتي بتاعت البطوله. 11 مدينه مختلفه امر صعب، كانك بالظبط عندك براند والبراند ده انت بتطلعه بكذا لون وبكذا شكل مختلف، ده مش شكل مش صح، لازم يكون في ايدنتيتي واحد. فانا من محبي ان البطولات تتعامل فيه ما كانش من خلال النقطه دي ما كانش فيه ساعات الفير بلاي بالنسبه لبعض المنتخبات. يعني المنتخب الانجليزي لعب اكتر من 6-7 مباريات في ويمبلي او في انجلترا. بالرغم ان كمان المنتخب الايطالي اللي فاز ما لعبش يمكن في روما او في ايطاليا غير مباراتين، يعني فيها نوع من انواع برضو كليني قال كمان البوينت دي، قال النقطه دي قبل الفاينل، وقال يعني المنتخب الانجليزي يعني الدنيا
استماله حلو يعني، والناس مش بيتعبوا. خلي بالك كابتن هاني، فكره السفر الكتير متعبه وبتزهق وبتعمل ملل للرياضي بشكل عام يعني. فلكن البطوله اكيد طبعا كان فيها مباريات مميزه. بودابست اعتقد برضو من العواصم اللي عملت حاله حلوه في كره القدم، خصوصا احنا بنتكلم في ظروف كورونا. السيمي فاينل بهذا الزخم من الجمهور كان لطيف جدا، نشوف مباراه فيها اكتر من 60,000 متفرج. لكن طبعا اكيد عندنا ارقام. طيب الارقام طبعا دي طبعاً. يعني بعض الارقام لاحصاء للبطوله نفسها، بنتكلم على اقوى خط هجوم هو المنتخب الايطالي والاسباني ب 13 هدف، اقوى خط دفاع المنتخب الانجليزي اللي يمكن دخل شباكه هدفين، اكتر معدل استحواذ طبعا الفريق الاسباني معروف بالاستحواذ بنسبه 70%، اكتر معدل تمريرات هو المنتخب الاسباني 882 تمريره، منها طبعا يعني 795 صح، حاجه يعني معدل رهيب. اكثر التصويبات ايطاليا 115 منها 39 على المرمى، والعرضيات ودي كمان يعني العرضيات كمان في اليورو كان عرضيات كبيره جدا، وكان يعني سلاح مؤثر جدا في احراز الاهداف طبعا. وبرده عايز اضيف على الارقام دي رقم مميز جدا عمله جورجينيو في البطوله. جورجينيو في البطوله جري 86.5 في البطوله، 86.5 86 كيلو 86 كيلو في البطوله، رقم مميز جدا جدا. جورجينيو يجي بعديه طبعا اكيد كالفين فيليبس برضه لاعب خط وسط منتخب الانجليزي اللي جري 82.9 كيلو، ارقام مميزه جدا بتعرفنا فعلا برضه يا كابتن هاني خط الوسط اهميته وليه المنتخبين دول صعدوا للفاينل. طيب معانا دلوقتي طبعا عشان نعرف اكتر الاجواء الفرحه في ايطاليا والانجاز الكبير للمنتخب الايطالي، نروح عبر سكايبا للنجم الايطالي الكبير جان لوكا فيستا، طبعا دلوقتي نجم روما ونجم الانتر ميلان ومدرب طبعا فريق كارياري السابق معانا ومشرفنا هنا في قناه النادي الاهلي. مساء الخير عليك. Buonasera mister, mi sente? انا سامعك تمام بس بالايطالي. Buonasera. Il telefono non va. Io non sento niente. بعض المشاكل في الصوت. يعني احنا بنسالك لو الصوت واصل. طيب هنرجع لك تاني نظبط برضه الصوت ونرجع معاه لان نجم كبير. حابين نعرف كمان ردود افعال كمان ايطاليا وردود افعال الناس هناك بعد بقى عقده لانجلترا. وبالظبط بقى عقده كبيره جدا بصراحه. ايطاليا بقت عقده كبيره جدا يا كابتن هاني. تخيل اخر سبع ماتشات، اخر سبع ماتشات ما بين ايطاليا وانجلترا، انجلترا ما كسبتش ولا ماتش. عقده عقده فعلا. ايطاليا بقت عقده. بنتكلم على مباراه نهائي في ويمبلي يعني فادي الشخص كان صدمه كبيره. نعم طبعا يعني طبعا دي طبعا فرحه، دي طبعا في روما فرحه طبعا المنتخب والشعب الايطالي كله بصراحه، يعني فرحه كبيره جدا جدا جدا. و يعني المنتخب الايطالي كمان قدم صوره رائعه. ليه؟ خلينا نتكلم على هنتكلم على التكتيك والكوره طبعا. لكن اللي عجبني كمان التيم ورك، وعجبني الروح والسبيريت العاليه جدا لما تشوف المنتخب الايطالي هو بيقول نشيد بلده، تحس ان هو زي ما بيقول كده بيصرخ وبيطلع من جواه يعني. الجرينت الايطاليه مهمه جدا. مهمه جدا يا كريم. مهمه جدا يعني طبعا الجزء المعنوي في الرياضه شيء مهم، والحماس. وحتى احنا شفنا انا متفرج على الماتش مش حاسس ان لعيبه ايطاليا مهزوزين بالتاخر في النتيجه، هم حاسين. وانا الامانه بعد الجون وبعد 10 دقائق وربع ساعه وتراجع المنتخب الانجليزي، معظم القاعدين بيتفرجوا عارفين ان ايطاليا هتجيب الجون هتجيب الجون. حتى بعد شوطه كيزا اللي في منتصف الشوط الاول وهي الهجمه الوحيده منتخب ايطاليا، الشوط الثاني من بدايته انت تحس الجون مساله وقت. ليه؟ لان المنتخب الايطالي فعلا كان بيلعب بحماس اكبر. وحتى في الوقت الاضافي لما المخرج جاب الكاميرات على الجماهير، تحس جماهير ايطاليا اكثر حماسا واكثر تفاؤلا بعكس جماهير انجلترا. وبالرغم كان لسه النتيجه 1-0 لكن بتبص كان في حاله من نوع من القلق على الوجوه يعني. صحيح. فاهم عدم ما اعرفش عدم ثقه في المنتخب ولا يعني كان خوف من المنتخب الايطالي، لكن في رايي ان المنتخب الايطالي قدم شخصيه مختلفه واستحق البطوله بصراحه عن جداره، وكان المنتخب الافضل في كل شيء. وحتى بعد اصابه سبيناتزولا انك بتخسر لعيب برضه في الفاينل، لعيب مهم عندك في خط الوسط، بس برضه ما شفناش يعني المشكله اللي حصلت الفرقه بالغياب ده، والفريق قدر ان هو يقدم شكل جيد في الشوط الثاني بدايه الشوط الثاني وطبعا الشوط الاضافيه. واعتقد في وجهه نظري منتخب ايطاليا استحق البطوله حتى لو كان المكسب عن طريق ركلات الترجيح.
طبعا على مستوى يمكن غاب عن المباريات الاخيره. نعم. هداف البطوله يعني الهداف الرسمي للبطوله كريستيانو رونالدو. طب. اللي زي ما بقول لك من خلال مشواره مع المنتخب البرتغالي بيحقق ارقام كبيره جدا، بيحطم ارقام قياسيه كبيره جدا. اعتقادي الشخصي لو كان المنتخب البرتغالي كمل في البطوله كنا هنلاقي ارقام اعلى على مستوى التهديف يعني. اكيد طبعا، بس اعتقد يعني رونالدو يعني اعتقد حقق العلامه الكامله لاسمه يعني، بعيد عن البرتغال ما كملتش، بس رونالدو يبقى ان هو حقق طبعا ارقام مميزه جدا في البطوله، واعتقد الارقام دي يعني هتزيد بشكل كبير في الصيف الجاي في مونديال قطر 2022. طيب في نقطه كمان الناس بتتكلم، طب هو خد هداف البطوله احرز 5 اهداف، وباتريك تشيك المهاجم وراس الحرب المنتخب التشيكي احرز 5 اهداف. نعم. في ناس بتقول لك اشمعنى ده لرونالدو، اعتقد ممكن بتحسب لو رونالدو ليه اسيستات، وفعلا رونالدو ليه اسيست، خلاص يبقى رونالدو ما دام ليك اسيست ازيد من المنافس اللي تعادل معاك في الاهداف اللي تم احرازها، اللي بياخد على عمل اسيستات اكتر هو اللي بياخد الجائزه. وده كمان كريم يعني الاحصائيات دي كمان بتدي بريشر وتدي انطباع ان دلوقتي بقى مهم جدا الاسيست. الاسيست طبعا مهم جدا طبعا جدا في عالم كره القدم. طبعا. هكمل معاك يا كريم. طبعا. يعني اروح مع حضراتكم الفاصل ونرجع مع ضيفنا الكريم كريم سعيد. لسه مع حضراتكم واجواء افراح ايطاليا بالفوز باليورو 2020. معانا عبر سكايب نجم المنتخب الايطالي وجان لوكا فيستا، طبعا اللاعب الكبير من خلال الانتر وروما، وكان لاعب كمان على مستوى البريمير ليج. بنرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي وبنقول لك مبروك فوز المنتخب الايطالي باليورو 2020. شكرا لكم. نحن سعداء، العالم في إيطاليا سعيد، وكل جماهير إيطاليا في أنحاء العالم سعداء. إيطاليا صنعت المجد بالأمس، وشكرا لكم على ظهوري على قناة النادي الأهلي، فخرا لي الظهور على قناة الأهلي. لا طبعا بنشكره على وجوده معنا، لكن حابين نعرف رأيه على المستوى الفني لأداء ما روبرتو مانشيني، طبعا النجم الأبرز في 2020، شايف إزاي أداءه خاصة في المباراة النهائية أمام المنتخب الإنجليزي رغم تأخر المنتخب الإيطالي بهدف مبكر جدا، لكن قدر مانشيني بالشكل التكتيكي أنه يتفوق على جاريس طبعا ساوث جيت والفوز بهذه البطولة. بالطبع روبرتو مانشيني كان أفضل مدرب في البطولة، قام بعمل أداء كبير وتاريخي لمنتخب إيطاليا. إذا كنت تسألني قبل البطولة، لا أحد كان يتوقع فوز المنتخب الإيطالي وتقديم روبرتو مانشيني هذا الأداء الجيد الذي يملكه. ولهذا روبرتو مانشيني أكد على عظمة الكرة الأوروبية وعظمة الكرة الإيطالية، وأن إيطاليا ستعود إلى الواجهة مرة أخرى. إيطاليا فازت أمام إنجلترا وفازت على إسبانيا. إيطاليا لعبت خارج روما، ولعبت في ميونخ، ولعبت في إنجلترا، وهذا ما يؤكد على قوة روبرتو مانشيني وقوة المجموعة التي قدمها في هذه النسخة من بطولة أوروبا. وإيطاليا أظهرت قوة الدوري الإيطالي الذي سيعود مرة أخرى للواجهة. صحيح، يمكن هو اتكلم على التحديات اللي واجهت المنتخب الايطالي من خلال مشوار البطوله وقد ايه المنتخب الايطالي قدر يتخطى هذه الصعوبات. هل في وجهه نظره كاس العالم خلاص على الابواب، هل المنتخب الايطالي بهذا المنتخب وهذا الاداء وهذا المدرب قادر على المنافسه للحصول على كاس العالم 2022؟ أنا أقول لك شيئا هام من خلال قناة الأهلي، ويمكن أن تأخذ هذا حصريا لكم، أن إيطاليا ستقوم بعمل كبير خلال بطولة كأس العالم المقبلة، لأن المجموعة التي تملكها إيطاليا ويملكها روبرتو مانشيني مجموعة هائلة. الآن لدينا توتي آخر، لدينا ديل بييرو، لدينا كييزا. إيطاليا الآن تملك مجموعة كبيرة جدا، العالم الآن يمكن أن يراهن على إيطاليا، لكن الأمور في المونديال مختلفة عن بطولة أوروبا، لكن أعتقد أن هذه المجموعة التي صنعها مانشيني ستقوم بعمل الفارق في كأس العالم القادم. صحيح، كلنا تابعنا من خلال أداء المنتخب الإيطالي ظهور نجوم كبار على مستوى الدفاع. خلينا نتكلم أن طبعا كليني يعني أكبر سنا اللاعبين بهذا الأداء الرائع
والدويت الرائع مع بونوتشي، هل هو شايف ان كليني هتكون هذه هي البطولة الأخيرة لي، ولا هو قادر بوجوده جنب بونوتشي على كمان الوصول لأبعد نقطة في كأس العالم القادمة؟ أنا أتمنى أن يقوم جورجيو كليني بلعب كأس العالم، وأقول لك هذا، أن جورجيو كليني هو آخر المدافعين في إيطاليا الذي يمتلك عقلية كبيرة، عقلية بعقلية مولديني وأليساندرو نيستا وكانافارو، وهذا هو آخر المدافعين الذين يمتلكون هذه العقلية. لهذا أتمنى أن يلعب جورجيو كليني كأس العالم، بعدها ممكن أن يتوقف عن اللعب وسنقوم بتهنئته، لأن إيطاليا الآن من الصعب إيجاد جورجيو كليني آخر وإيجاد ليوناردو بونوتشي، لأن الهجمة في إيطاليا تبدأ من خلال بونوتشي وجورجيو كليني. اعتزال كليني سيكون حسرة لجميع الإيطاليين وصعب تعويضه في الوقت الحالي، ليس على المدى البعيد لأن إيطاليا لديها العديد من المواهب، لكن نتحدث عن قرب كأس العالم، أتمنى أن يستمر. في النهاية طبعا بنشكره وبنهنيه مرة تانية بفوز المنتخب الإيطالي بيورو 2020 على المنتخب الإنجليزي جان لوكا فيستا، بنشكرك شكرا جزيلا. كريم متحمس وروحه وفرحة كبيرة، تحس طبعا بهذه الفرحة وعندهم أمل في المستقبل كمان. أكيد هو طبعا فرحة زي ما قلت حضرتك هي مش متوقعة، وعشان كده فرحة كبيرة، واعتقد طبعا هي فرصه عشان الامال في المونديال تبقى اكبر، وهو صحيح. صحيح مع ان المنافسه في المونديال مختلفه تماما عن المنافسه في اليورو طبعا بعد دخول منتخبات امريكا اللاتينيه، بس اكيد اهم ما يميز المنتخب الايطالي ان هو في كل مركز في لعيب جيد. صحيح، مش مهم انت يكون عندك سوبر ستار في الهجوم او سوبر ستار في الوسط او سوبر ستار في الدفاع وبقيه المراكز فيها مشاكل، لا انا ما عنديش سوبر ستار، بس عندي في كل مركز لاعب جيد، وبالتالي المنظومه بتاعت المنتخب جيده. كل لاعب في كل مركز جيد في المنتخب الايطالي. خلينا نستعرض انا وانت مباراه امبارح من خلال التشكيلتين على مستوى المنتخب الانجليزي والمنتخب الايطالي. المنتخب الانجليزي يمكن هبدا بيه كريم ان هو ما لعبش، يعني لعب بطريقه اربعه، خلينا نتكلم اربعه ثلاثه في خط الظهر، اربعه ثلاثه بالظبط. فكان في تغيير هنا، جاريس ساوث جيت عمل تغيير انا في اعتقادي كانت ناجحه جدا في الشوط الاولاني، انه لعب ثلاثه ورا وطير الجناحين من ناحيه اليمين ديبير ولوكشو. بالظبط، هي فكره ساوث جيت ببساطه ليه امبارح اختار انه يلعب بيه في الدفاع بشكل دفاعي خمسه اقرب 5-3-2، عشان هو طبعا عارف ان انسيني وكييزا وباريلا بيهاجموا اكتر من على الاطراف. طب ايه الفكره ببساطه؟ مثلا لو خدنا مثلا الجبهه اليمنى، ان هو بيخلي كايل ووكر يروح قافل مع على الجناح الطاير. طبعا امبارح طبعا ايمرسون ولورينزو كانوا طايرين، طبعا طايرين، فبالتالي احنا بنتكلم ان ايطاليا على اتليست يا كابتن هاني عندهم اثنين في كل جناح، بخلاف طبعا الاسماء ساعات كان بيشفتوا، يعني ساعات انسيني بيلعب على اليمين شويه بعد كده يروح على الشمال والعكس صحيح. الفكره ببساطه ايه؟ ان انا النهارده هخلي تريبييه بيرجع طبعا في الحاله الدفاعيه، ومع طبعا ووكر بيعملوا ثنائي، يعني 2-2 بالظبط. لا وكمان اخلي كمان كيلين فيبس لما يرجع يقفل كده، عمري ما اخلي الاثنين دول 2-2 عشان ما يتعملش الاوفرلاب وبالتالي اسيب لهم المساحه. ونفس الغلطه اللي عملها بقى المنتخب الايطالي في الهدف بتاع المنتخب الانجليزي، لو كانت حاجه مرتده يمكن هو انسيني هو الموجود في الجزئيه ديت، هو يعني انسيني المتواجد في الجزئيه ديت، يعني ممكن نجيبه نحرك ونوصله الجزئيه دي، لان هو كان بالظبط انسيني موجود في الجزء ده، وكان طبعا كيزا هو الموجود في الجزئيه دي. فالفكره يا كريم انت بتتكلم انه بيقلق او بيقفل المساحات على انسيني وعلى لوانسو للتقدم للامام، ودوت عمله بشكل جيد الشوط الاولاني. احنا شفنا ايطاليا في كل مباريات اليورو ما فيش قطع عرضيه لموبيلي، احنا النهارده بنختار ما بين المساحه دي بنتكلم عليها يا كابتن هاني، المساحه اللي ما بين الفول باك والمساك، ودي طبعا انسيني بيعملها بشكل مميز جدا. عشان اقفل الحته دي لازم ما احطوش في موقف واحد على واحد، لان انسيني يملك من المهاره اللي تخليه لو الموقف ده اتكرر اربع او خمس مرات اكيد هيعدي مرتين او ثلاثه هدف من بالزبط. الموقف ده طب انا عايز اعمل ايه؟ لازم اقفل له المساحه دي. هقفلها ازاي؟ انا مضطر ان استغنى عن واحد في خط الوسط وازود واحد مدافع عشان احط ثلاثي في كل جبهه. ايطاليا هاجمت من اليمين هتلاقي ثلاثه، ايطاليا هاجمت من الشمال هتلاقي ماجواير ورايس ولوكشو
بيقفلوا على الجناح الطاير او حتى على الفول باك. وطبعا شفنا إيميرسون برضو امبارح كان على الناحيه الشمال وكان هو طبعا لورينزو على الناحيه اليمنى. فإيميرسون بصراحه برضو امبارح عمل مباراه في الحته بالظبط، وطبعا ماونت في الجزئيه دي عملوا امبارح مباراه إيميرسون عمل مباراه بصراحه مميزه جدا جدا من الجبهه اليسرى. ولكن في كل الاحوال انا كنت شايف ان المباراه فيها هتنتهي بركلات. طيب خلينا نتكلم برضو من الجزئيه ديت. نعم. وكان الدور الهجومي للمنتخب الانجليزي كان واضح شويه الشوط الاولاني انعدم. طب يعني انت كنت شايف ازاي الشكل الهجومي للمنتخب الانجليزي؟ هل كان طبعا بيندفع للاجناب او الاطراف، تريبييه كان بيزيد في الجزء دوت مع دخول ستيرلينج للداخل مع وجود هاري كين مع دخول ماونت للامام، وكان طبعا شو هو اللي بياخد الجزء ناحيه الشمال بشكل كبير. طب يعني طبيعي كل اللي بيحبوا الكره عارفين في طريقه 5-3-2 وانس ان انت بتطير الاثنين فول باك بتوعك ولعيبه خط الوسط في اماكنها عادي على طول، الثلاثي الخلفي بيفرش بالظبط نفسه ورا عشان يقدر يغطي المساحات. لكن كايل ووكر كان عنده يعني واجب هجومي انه يقدر يطير ورا تريبيير وكمان يساعده، دي حتى شفناها في الهدف. صور الهدف لو ممكن بقى نجيب نجيب الحالات الصور يعني كان في بعض الحالات نناقشها معاك برضو كريم بعض الحالات نشرح بالظبط. شوف الصوره الاولى بالظبط، عايزين ان هو يا جماعه في الصوره دي نبص على كايل ووكر وهو منطلق في الجبهة اليمنى. كايل ووكر واخد المساحة بتاعته ورايح يا كابتن هاني للجبهة اليمنى عشان يفضل هنا. طب خليني انت تتكلم على انجلترا وانا اتكلم على ايطاليا. تمام انت بتتكلم طبعا انت بتتكلم على مساحة فاضية. انا شايف ان المنتخب الايطالي في الجزئية دي كان واقف بشكل جيد، ما كانش فيه مشكلة. صحيح، ولكن هنا بقى المشكلة في حاجة واحدة، ان هنا اتعمل تراب او اتعمل خدعة على الجبهة اليسرى للمنتخب الايطالي، ان كايل ووكر ذكي هو توقعه ان كايل ووكر مساك وطويل يبقى طبيعي تريبيير هياخد الكوره، كايل ووكر المفروض كان يروح للداخل عشان يعمل ثنائيه مع هاري كين وستيرلينج ويستنى الكره العرضيه، لكن ووكر ما عملش كده، ووكر اداهم الايحاء ان هو هيعمل اوفرلاب لتريبيير وهو اللي يلعب الكروس وبالتالي سرق واحد. لو نجيب الصوره اللي وراها الصوره اللي بعديها هنشوف ان خلاص كايل ووكر راح في حته هو مش عايز منها اي شيء، حرق واحد يعني انت هو جمع هنا بمعنى صح ان ووكر عمل اوفرلاب فجاب معاه كمان مدافع فخلق كثافه بدون لازمه يعني. بالظبط، وبالتالي هنا كابتن هاني اللعيب وطهرك طبعا يعني قدر عارفين بياخد قرار في ثانيه جزء من الثانيه كمان بالظبط. لعيبه ايطاليا كلها ركزت او الجبهه دي ركزوا مع كايل ووكر عشان عايزين يمنعوه، وبالتالي اتسنحت المساحه لتريبيير ان هو يلعب الكره العرض. خاصة الخطأ الدفاعي لورينسو طبعا الباك اليمين طبعا. زي ما احنا شايفين كده هو كله تركيزه وخلاص على الأوفر جاي، وطبعا جاي شو من ورا مش شايفه خالص، وكان يمكن الخطأ يمكن خطأ كبير جدا على مستوى التمركز ان لورينسو دوت كان المفروض خلاص ده موقف 2-2 لورينسو كان المفروض على الأقل يحس وانت عارف يأخر نفسه شوية، لأن طبعا حتى يعني التسديدة أكتر من رائعة صعبة جدا، لكن لو كان لورينسو واخد باله من الجزئية دي أعتقد كان يقدر يمنع هدف المنتخب الانجليزي. بالظبط، حاجة شرحها ده ببساطه هو التغطيه العكسيه للفول باك. انت طبيعي الفول باك بياخد تعليمات من المدير الفني ان هو يخش كمساك، والجناح اللي قدامه هو اللي بيعمل تغطيه مكانه كفول باك في الحاله الدفاعيه، لكن في اللعبه دي عشان كانت سريعه وكانت جايه من هجمه مرتده لايطاليا وتردت للمنتخب الانجليزي كان لازم لورينزو ياخر نفسه عشان يشوف ان لوك شو قدر انه يسرق المساحه اللي طيب. وراه. نروح على الحاله اللي بعديها. الحاله اللي بعديها دي انا عاجبني فيها قرارات لعيبه انجلترا. ليه يا كابتن هاني؟ هاري كين بدايه الهدف، هاري كين ده خلينا نتكلم ان بدايه الهدف بدا من الجزئيه دي. بالظبط، هاري كين هو اللي معاه الكوره وواقف في نص ملعب المنتخب الانجليزي، طبعا هاري كين هو المفروض يبقى موجود قدام عشان لو الكره الطوليه اتلعبت له او حتى الكره راحت للجبهه واتلعبت كره بالظبط يبقى جوه ال 18. نشوف هنا فيليبس بيقول له ايه؟ سلم لي الكوره واطلع اجري انت ما تقعدش ماشي بالكوره كتير. بالظبط كده زي ما الصوره بتشرح، يعني هو بيشرح له سلم وروح انت اجري بالظبط ما تمسكش الكوره كتير ما تمشيش بيها كتير، وده يوريك ازاي العقليه بتاعت لعيبه المنتخب الانجليزي في بدايه المباراه صحيين جدا. وبالكوره بص برده كايل ووكر كان بيقول له بصيلي واجري واجري لقدام واجري ما تقفش انت هنا احنا مش عايزينك في الحته دي. فاللعبه دي عجبتني بصراحه من اللعبات النادره هجوميا طبيعي. في المباراه اللي بعد اللعبه دي كان المنتخب الانجليزي تراجع. دي الشكل الدفاعي دي المنتخب الانجليزي قدام المنتخب الايطالي في الشوط الاول، وليه ايطاليا كانت عاجزه
في اختراق الحائط الانجليزي كثافة عددية بالزبط. بتلعب خمسة بتلعب كمان قدامهم ثلاثة مع ندرة للعدد كمان الهجومي بالنسبة للمنتخب الايطالي. الوقفة ممتازة المساحة يعني مثلا لو شفنا هنا مثلا المساحة هنا هنلاقيها ان هي قليلة جدا 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 للمنتخب الايطالي ان هو يلعب على المساحة ديت فاضية. لكن خلي بالك كمان في الجزئية دي يمكن الفرصة الوحيدة للمنتخب الايطالي في الشوط الاولاني ان كيزا عدى وسدد لكن كان موقف لكن من عمق موقف من العمق مش مضطر. خلينا نتكلم طبعا يعني بنشكرك طبعا على تحليلك يا كريم دايما متألق رغم طبعا تفوق المنتخب الانجليزي في الشوط الاولاني لكن قدر المنتخب الايطالي يحسم البطولة في النهاية. اكيد وصلنا لنهاية حلقتنا مع حضراتكم في المحترف في تغطية كانت اكتر من رائعة من شاشة قناة النادي الاهلي لليورو 2020. بننهي النهاردة مع حضراتكم اليورو 2020 ان شاء الله الاسبوع الجاي ملفات كبيرة جدا وكلام كتير جدا عن الكرة العالمية في المحترف.